أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعي الآن أف أم. إذا كما ذكرت قبل قليل سوف نخصص هذه الساعة لآخر التطورات فيما يخص الضربات الجوية المحتملة على سوريا، وأيضا وضع لجنة مفتشي الأمم المتحدة الذين يعني الآن متواجدون تحت حماية الجيش السوري الحر وتعرضوا لعدة مضايقات من قبل شبيحة النظام وإطلاق نار أثناء قيامهم بالكشف عن حقائق ضرب قوات الأسد للغوطة في 21 من أغسطس الماضي بالأسلحة الكيميائية في المجزرة التي ارتكبت طبعا بحق المدنيين هناك. الآن ينضم لنا مباشرة سلام محمد من شبكة شام من دمشق وريفها. أهلا بك معنا سلام. سلام، كيف يبدو الوضع؟ دعني نبدأ من وضع مفتشي لجنة الأمم المتحدة، يعني هل هم في أمان الآن؟ أين يتواجدون؟ سمعنا أنهم تعرضوا لمضايقات وإطلاق نار يعني لاستهدافهم. نعم، اليوم في تمام الساعة 11 صباحا استقبلنا لجنة المراقبين الدوليين في مدينة بلدة المليحة، ولكن قبل دخول اللجنة الحاجز المتواجد على مدخل البلدة التابع للنظام لم يسمح لهم بالدخول الفوري، وبقوا حوالي ساعة على الحاجز وبعدها سمح لهم بالدخول، وتم استقبالهم من قبل عدة قيادات من الجيش الحر، وقالوا لنا بأنهم سيتوجهوا مباشرة إلى أماكن استهداف الكيماوي، وفعلا توجه الى مدينه الزمالكه واخذوا عينات من التربه، وايضا اخذوا عينات من الاشخاص المصابين بالكيماوي، ومن ثم غادروا مدينه الزمالكه متجهين الى الفندق الذي يقيمون به. وطبعا عند دخولهم بلده المليحه فورا استلمهم الجيش الحر، وكانوا بحمايه الجيش الحر منذ بدايه دخولهم الى الغوطه الشرقيه. طيب سلام، هل لديك معلومات أن يعني من خلال سمعنا أن اللجنة فعلا استمعت لشهادات بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالأسلحة الكيميائية، لديك معلومات إن كانت اللجنة فعلا وثقت شهادات معينة، أخذت عينات مهمة من الأسلحة الكيميائية التي ضربت بها الغوطة؟ نعم، أخذت عينات مهمة من الأطفال المصابين إلى الآن في الريف الدمشقي، وايضا اخذوا عينات من الاشخاص الذين الى الان تحت العنايه المركزه في مناطق في النقاط الطبيه في مدينه الزمالكه، وايضا اخذوا عينات من التربه جراء القصف، فكان النصيب الاكبر لمدينه الزمالكه في القصف الكيماوي، اخذوا عينات من التربه واخذوا عينات من الالبسه الذين تضرروا، وايضا اخذوا عينات من داخل المنازل جراء دخول المواد الكيماوية داخل المنازل، ومن ثم خرجوا من مدينة زمالكة باتجاه مقرهم. طيب الآن أين هم متواجدون؟ هل يزالون تحت حماية الجيش الحر أم رجعوا إلى رجعوا تقريبا في الساعة 4 عصرا، قد عادوا إلى مقرهم في الفور سيزن في وسط العاصمة دمشق، بعد أن أمنهم على مدخل المليحة عناصر الجيش الحر. طيب لديك معلومات سلام أنه هذه العينات والأدلة التي هي الآن بحوزة اللجنة، هل هي يعني هل سمعتم منهم إن كانوا سيرسلوها إلى مكان معين لتحليلها، أو يعني ما هي الخطوة الأخرى يعني بعد ما أخذوا هذه العينات؟ لا، لم نستطع أن نأخذ أي تصريح المراقبين إلى الآن، ولكن العينات كافية لإدانة النظام السوري بقصفه بالكيماوي، ليست لدينا وجهة إلى أين سيأخذون هذه العينات. أشكرك جزيلا سلام محمد من شبكة شام، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من دمشق وريفيا.